بيكم في اول فيديوهاتنا في الشانل. النهارده معاكم باسم وفادي وعبد الله مشهور بعبد جوست وريكوايم فرزولا طبعا اشهر واحد عندنا في الشانل. النهارده هناكل كل واحد بيتزا فاميلي من بابا جونز، واخر واحد هيخلصها ليه عقاب، بس العقاب مفاجاه في اخر الفيديو. يلا بقى نبدا ناكل بقى. يلا استنى بس يا جدعان، نبدا مع بعض عشان محدش ينسي. فادي واحد كزوزه واحد كزوزه باشا يا ابني انت بدات واستنى يا عم نبدا مع بعض. يلا بس اوعى تقفلوها بالبلاستيك يا شباب. انا ما اعرفش حد ما انت جاي طب متاكد ان دي فاميلي؟ دي صغيره يا عم. فادي تقريبا خلص نص البيتزا، زارة كان 2 سلايسز، انا 3، عندنا انا عبد الله بيعملوا سندوتش. يا ابن قول يا ابن ما دي تيجي تديك كتير يا حاجه. يا ابن بام 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 يا منوفي يا تيت كل ده تيت. وانا باكل ببطء بس باكل كتير فخاف مني. باكل ببطء باكل قليل. ايه ده؟ اللي كان بتاع ده هنا؟ هو ده راجل مش انا. ولا انا. واكيد طبعا مش انا. يعني مين اللي جاب البتاع ده هنا؟ ده باسم، باسم هو اللي اتفق معاهم وبعتهم. انت جاي بالظبط؟ ده كانك مش ليه يا باشا ترويج عتاولة؟ بص على فوق عتاولة. يا جماعة اللي عايز ينصاحب انا مكمل الصوت. خلاص اخد فرصة خلاص يا وحش بقى. نفس ولاد
دلوقتي يا شباب احنا هنعمل في بازل العقاب اللي احنا اتفقنا عليه عشان عايز تودي دي فين دي؟ كان بيغش ده اكل ناس ده ها؟ بيغش فايه؟ نفضي له بس كده القعده لحظه بس كده هوريك بدايتك ايه يا جماعه بيضه؟ يا جماعه بيضه حقيقيه مش فراخ هنكتفه يعني ولا كان مستسلم؟ يا عم اشربها عادي ايه المشكله؟ ايه يا ابني الله يا ابني الله اللي بقاله كويس بقى لا لا نقلبها له ايه اشربها كده لا 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 من غير ما تقلب يا باشا لا حرام حرام ايه يموت فيها لا يموت فيها ايه دي كده يا ابني هتزحلق وانا هرجع بص انا كده كده هرجع ابعد عني ده بغيري يا عم ابعد عني يا عم ده انت استنى يا جماعه عشان مش بتسجل استنى تسجل؟ بجد؟ مسجل دلوقتي يعني. يا عم خليها تسجل وانت جاي من هنا كده وجاي علينا. روح تاني حطها مكانها واطلع هات الفيديو. ما تقلبش بقى يا عم. الفيديو كله ما تسجلش. ده قرف. ايه؟ هو كله ما تسجلش. احلف؟ لا لا. بيضة يعني ولا الأبيض؟ لا لا اكيد لا. ليه ليه ليه؟ لا 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 لا. لا لا بتهزر. لا 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 يا جماعه العقابه يا جماعه بتاع بازم الخسران مش عشان بس هو ما غش عشان ما كانش لا عشان غشاش عشان ما عرفش يكمل وعشان غشاش بص على البيتزا بتاعه وادي الاثبات بتاع الغش يا جماعه بص يا جماعه شايف شايف بص يا جماعه ده اسمه ايه ده يا عم بس يا اطفال الصومال ياكلوا ايه يا جماعه نكمل اشرب عصير برتقال اشرب يا عم ده فيديو اشرب عصير برتقال بص مر على مره واحده لا لازم على مره واحده لا معلش معلش لا لا ورا ميه على طول بص على مره واحده ورا ميه يلا هات ميه مقفوله يا عم بدل على مره واحده يلا يلا بالشيخ بالشيخ يا زاد لا اخر حته اخر حته ما ينفعش ما ينفعش انا اسف نشوفكم يا جماعه في فيديو جديد يا جماعه المره الجايه مع كابتن عبد الله والكابتن فادي مجدي باسم الخسران يا بكره بيت ايه القرف ده